مرحبا، بدي رحب بكل اللي انضموا لنا بحلقتنا مباشرة من حرم الجامعة الأمريكية بيروت. تحياتي وتحيات كل فريق العمل بالأيوبية وجريدة النهار. رح نفوت دغري بصلب الموضوع تنناقش بهالحلقة موضوع تحديات التعليم بزمن الكورونا، ولكن رح نبحث هالمواضيع مع ضيوفنا الزميلة الدكتورة هنا عضام الغالي، وهي مديرة برنامج البحث التربية والشباب في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية وبيروت. أهلا وسهلا فيكي. وأيضا مع الزميلة الدكتورة يارا هلال الجردي، وهي أستاذة زائرة مساعدة في دائرة التربية في الجامعة الأمريكية في بيروت. ولكن قبل ما بلش مع ضيوفنا بالاستوديو، تعذر على الدكتورة ندى ملحم تجي تحكي مباشرة من الاستوديو. في عنا مفاجأة اليوم بلبنان، وصلت أرقام الإصابات ل 63 إصابة بالكورونا، شيء منهم جاي من برا يعني الوافدين، شيء من المقيمين. رح ناخذ الدكتورة ندى ملحم على التليفون تنسألها شو وضعها. دكتورة ملحم مرحبا وشكرا إنك قبلتي تطلعي معنا عم تسمعينا. إيه شكرا سمعوا هلا عم بسمع. دكتورة ملحم، 63 إصابة يمكن هي الإصابة الأعلى من وقت ما بلشت الجائحة لليوم، شو فيك تخبرينا عن الموضوع وهل في داعي للهلع؟ هل شو لازم يعملوا المواطنين؟ شكرا سمو. الحقيقة مضبوط معك حق، من أول الأزمة شباط 21 شباط لحد اليوم ما تسجل عنا عدد حالات يومي وصل ل 63 حالة، ولكن كثير من المهم انه نعرف تفصيل هال 63 حالة. نعم. 27 منهم الحقيقة هن من الوافدين واكثرهم من الطائرة اللي اجت من الكويت. نعم. وال 36 الباقيين هن من المقيمين، ولكن اكثر من نصهم هن من العمال الاجانب اللي هلا عم ينحجر عليهم وعم بينعمل تتبع للكونتاكت تريسينج اللي هن من بنغلاديش. العمال البنغلاديشيين. اوكي. نعم. ومن المخالطين للحالات الاساسيه، يعني ما في داعي ابدا للخوف، لانه هيدا يعني الحالات المخالطة وخاصة للعمال الأجانب لأنه عايشين بأماكن ضيقة. نعم. وما فيها مي نظيفة وما فيها تهوية لانتشار الكوفيد 19 من شخص لشخص، لأنه ما في احترام، ما في مجال لاحترام التباعد الاجتماعي، وذلك لأنه عم نكتشف أنه في على القليلة 8-10 أشخاص عم بيكونوا ساكنين بغرفة واحدة. نعم. يعني عم بيعيشوا بحالات دون المثلى، ولذلك طبعا هيدا الاختلاط عم بيأثر على انه نشوف هذا العدد من الحالات. فاذا ما في داعي للهلع دكتورة ملحم ترجعي بتقولي، ولكن أبداً لازم الانتباه، يعني الماسك وغسيل الايدين والتباعد. طبعا ابدا ما في داعي، لانه مثل ما قلت هيدا كثير نموذجي للانتقال بسبب الحالة اللي هن موجودين فيها. نعم. ما عم يتمارس التباعد الاجتماعي، ما في مي نظيفة حتى هي سهلة للأشخاص اللي عايشين بهذا المبنى اللي هلأ محافظ، وعم ينعمل كمان تسديد أكثر وأكثر على الأشخاص اللي بهذا المبنى واللي خلطون ودر بمدينة قريبة أو بعيدة. أبدا ما في داعي. ولكن الالتزام هو كثير مهم، وأنا بتوقع أنه يصير في زيادة أكثر بالعدد يعني إلى علاقة بهذا الاختلاط من العمال. كمان ما بيضل كمان بوقتها ما في داعي للهلع، ولكن ضرورة الانتباه والتصرف في مسؤولية من قبل جميع المواطنين. طبعا. اوكي. نعم. دكتور ملحم بتحب تعلقي بعد قبل ما اشكرك، وانا بعرف انه قطعناك عن التزام، انت حضرتك كنت باجتماع وعلى كول بعتقد مع نيويورك، بتحبي بعد تقولي شيء قبل ما نختم معك؟ شكرا ابرا. مثل ما حضرتك ذكرت، الالتزام بالمعايير الاساسيه للصحه العامه مثل اليدين، التباعد الاجتماعي، استعمال الماسكات، وخاصه هلا بفتره العيد اللي بدها تجي، انه بالاخص المسؤوليه الوطنيه اللي هي مش بس مسؤوليه الدوله ولكن مسؤوليه الاشخاص. نعم. انه ننتبه اكثر واكثر، وما كثير يعني نكون تلتد او معرضين انه نظهر اكثر بسبب هذه الفتره، ولحتى نضلنا بهذه الفتره فتره الاحتواء اذا بدك، وعدم الحالة. الدكتورة ندى ملحم الأستاذ المشاركة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية بيروت، شكرا لك.
دكتور الغالي ودكتور الجردي، برجع برحب فيكم ببيتكم بالجامعة الأمريكية بيروت. بدي أطلب من جميع المشاهدين يبلشوا يتواصلوا معنا عبر هاشتاج كوفيد 19 ستوديو، ويبلشوا يبعثوا أسئلتهم كمان تنطرحهم على الضيوف خلال الحلقة. دكتور الغالي بدي بلش معك، أهلا وسهلا فيك. سوري بلشنا بهذا الموضوع، ولكن أعلى إصابة يعني اليوم، أعلى عدد إصابات 63. نحن موضوعنا اليوم تربوي وأكاديمي، نعمل شيفت على موضوعنا ونفوت دغري بالحلقة. بدي أسألك أول سؤال، حضرتك خبيرة بهالمجال، طيب يومنا ما نشوف الانتقال من مرحلة المدرسة لمرحلة الجامعة، خصوصا بعد التغاء يعني أو إلغاء الامتحانات الرسمية، يعني صفى كل العالم نجح والتقييم لازم يكون يمكن بالجامعات أو على صعيد المدارس، طيب شو رأي الأكاديمي لهالشي؟ هل في خطر على مستوى الأكاديمي ككل؟ أوكي، شكرا كثير أول شيء لاستضافتكم لإلي ووجودي هون ببيتي، أنا بحس بالإيوبي. Thank you so much. أول شيء تبلش حضرتك قلت إنه استطردنا شوي وحكينا عن الوضع الصحي قبل التعليمي، بالعكس هو أصلا اللي بيقرر القرارات أو اللي الأشياء اللي بدها تصير بالمجال الأكاديمي هي الصحة، هيدي أولوية، وصحة الطلاب إن كانوا بالجامعات أو بالمدارس والمعلمات والأهل وكله هذا يبيجي أولوية، وهو اللي فعلا عم بيقرر أو عم بيساعد على اتخاذ أي قرار يتخذ في مجال التربية والتعليم. بالنسبة لقصة الامتحانات اللي ألغيت وتأثيرها على الانتقال الطلاب من المدارس إلى الجامعات، هون بحب أقول أنه كان في عدة ممارسات مختلفة حول العالم من ناحية قصة الامتحانات اللي بسموها امتحانات high stakes exams أو بالعربي امتحانات يعني انتقالية. في عندك بلدان اختارت أنها تلغي الامتحانات، وهذه بلدان أقلية، وفي بلدان قررت أنها تأجل، وفي بلدان مثلا مثل هونغ كونغ أجلت ولكن بعدين عم تعمل الامتحانات تحت احتياطات متعددة. حتى بمصر أجلوا الامتحانات وحتى حياخدوا احتياطات معينة خاصة لطلاب البكالوريا أو الثانوي يعني أو الثانوية العامة اللي بسموها. طبعا هيدي نحن بدنا نعرف شيء انه الطلاب قديش عم بيتعلموا السنه، لما انا بدي افكر هالطلاب عم يجوا لعندي على الجامعه انا شو عم باخذ شو عم بستقبل نوعيه الطلاب وانا شو مسؤوليتي بقى كجامعه. الجامعات بيعتمدوا عاده بلبنان على ثلاث معايير ليستقبلوا الطلاب، منا البكالوريا، منا العلامات المدرسيه اللي هن صف العاشر وال11، ومنا امتحانات الاس اي تي ايضا، وفي بعض الجامعات بيعتمدوا امتحانات اللغه الانجليزيه. بغياب البكالوريا بعض الجامعات في احد الجامعات بلبنان عملت دراسه او تحليل لحتى تشوف اي معيار هو بيقدر يفرجي او يعني تو بريدكت نجاح الطالب بالجامعه، شافوا عبر السنوات الطلاب اللي هن استقبلون وشو هو المعيار اللي عم بيأثر على نجاح الطلاب اللي استقبلون بقلب الجامعه، وجدوا على انه معيار العلامات المدرسيه هي اكثر شيء انديكتيف او بفرجي بدل على نجاح الطالب بالجامعة. لذلك قرروا أنه يعتمدوا هالمعيارين اللي هن المعيار هيدا ومعيار English Language Testing. لذلك نحن لابد من أنه نتأقلم مع الوضع الحالي. غياب البكالوريا طبعا له تأثيرات، هناك catch up classes أو تعويض لازم يصير بوضع انتقال الطلاب إلى الجامعات. أصبح الجامعات لازم يعرفوا أنه أنا هالطلاب اللي عم يجوا لعندي مش مثل كل سنة حيكون نوعيتهم، مثل ما المدارس المطلوب منهم أنه ببدء العام الدراسي سنة الجاي يكونوا هن عم بيعدلوا المنهج لحتى يقدروا يساعدوا الطلاب أنه يلحقوا اللي راح عليهم. نفس الشيء جامعات، بالعكس هيدي فرصة actually لحتى يصير في ارتباط ما بين قطاع الجامعي وقطاع المدرسة لحتى يصير في تنسيق. يعني ما بتعتقد انه هذا بيشكل خطر على المستوى الاكاديمي ككل؟ لانه في غربلة الطلاب من خلال علامات العاشر والحداش والفحوصات اللي بتعملها الجامعات للدخول. شوف اكيد يعني هيدي غربلة طبعا، ولكن الطالب اللي بده ينجح بالجامعة او بده يسقط مش علامة البكالوريا هي اللي حتقرر هذا الشيء. صحيح. اوكي، هلا انا عندي هون هم اكبر بالنسبة لهالانتقال، هو مين اصلا حيقدر ينتقل على الجامعة سنة الجاي؟ يمكن هون شوي بنستطرد من الوضع الصحي، ولكن نحن صاير عنا بلبنان الوضع الصحي والوضع الاقتصادي مختلطين ببعض. سو انا هون عم بسأل مين يا ترى اصلا حيقدر ينتقل على الجامعة لو هو امن علامات ونجاح والى اخره. سو بطبيعة الحال هون مسؤولية الجامعات،
ونحن كمان بنوه على موضوع انه نحن عندنا ما يقارب 50 جامعة بلبنان. وطبعا ما بعرف اذا سمعتوا حضرتكم من حوالي اكثر من سنه صار عنا فضيحه بالقطاع التعليم العالي بلبنان. اصبح نحن عنا نوع من او ما بدي اقول عنا خلل، بدي اقول نحن عنا حاجه بالتعليم العالي الى النظر الى جوده التعليم. بوجه كورونا او بغياب كوفيد 19 او بوجود كوفيد 19، نحن بحاجه الى ضبط هذا القطاع. وهلا نحن عندنا مثل فرصه او كاتاليست لحتى نعمل هالشيء. لفتني شغلي عم تقولي يا حضرتك كنت من شوي هلا بالمداخله انه ما بعرف اذا رح نقدر نجي على الجامعات من وراء الوضع الصحي، شو رح يصير بالجامعات؟ هون بسالك سؤالي الثاني انه شو رح يصير بالجامعات، يعني كيف رح يبلش هالعام الاكاديمي العام الدراسي الجامعي؟ ماذا عن التعليم الافتراضي؟ ماذا عن التسجيل؟ صحيح، كمان سؤال كتير مهم. وأصلاً في جامعات بتصور كامبريدج كنا عم نحكي هلا من شوي كمان أي نشيء إنه 21 كلها رح تكون أونلاين. مظبوط، أوريدي أعلنوا إنه كلها حتكون أونلاين إدوكيشن. نحن بصراحة من قبل البانداميك، من قبل الكوفيد 19 كان بلش يصير في حوار عن موضوع معادلة التعليم عن بعد أو الشهادات التي تحصل من خلال التعليم عن بعد، ولكن كان حديث وكلام. وحتى في عنا برامج من قبل الكوفيد 19 بلبنان وبالإيوبية عنا البروغرين بالإنجينيرينج أوريدي كان يعتمد هيدا ديبلومة تعطى كلها أونلاين. في منا إكزامبل سنين بالإيوزاك في بعض البرامج اللي ديبلوماس كمان مش شهادات بكالوريوس يعطوا أونلاين. عنا ممارسات جيدة بلبنان، ولكن كانت الواقع على الأزمة هي أنا إذا بعمل هالممارسات هالطالب أخذ هالبكالوريوس راح على الوزارة ليأخذ معادلة لا تعادل أي شهادة فيها تعليم عن بعد ما يفوق 50%. ولكن نحن هلأ بوضع استثنائي، أوريدي الجامعات أنهوا العام الدراسي كلهم وعطوا امتحانات وعملوا وساووا. وسمعنا على برنامج الام تي في طلع رئيس جامعة البلمند وحكى أنه هو عم يعمل امتحانات أونلاين، وحتى باقي الجامعات والإيوبي نفس الشيء. لازم نعرف نحن أنه نحن بوضع uncertainty غير معروف، يعني نحن ما عارفين، يعني مش بس نحن، العالم كله مش عارف. الحديث الآن يدور مش بس بلبنان، مع باقي الوزارات باقي البلدان حول reopening of academic institutions أو افتتاح المؤسسات التعليمية العام المقبل. في احتمال جدا أنه يكون في 3 سيناريوز. أول سيناريو نرجع عادي على الجامعات مثل ما نحن بنعرف. تاني سيناريو نرجع بلندد اي مختلط، مخلوطين 100%. والجامعات اللي اوريدي وحتى المدارس اللي اوريدي كان عندهم هالاختلاط بالتعليم هن اللي عم بيقدروا يواكبوا هالموجه اسرع من غيرهم. والايوبي احد الجامعات اللي كانوا عم يواكبوا، مش بس الايوبي، في كتير جامعات بلبنان عندهم LMS learning management system بيعتمدوا للطلاب وعم بيواكبوا كانوا هالشي، وهذا الشيء ساعدهم. وثالث سيناريو هو انه نحن يكون كل اونلاين مثل ما نحن هلا. لذلك يجب المؤسسات التعليميه العالي انه يستعدوا لهالثلاث سيناريوز، والمرجح انه يكون ما بين بلندد واكثر فيرتشوال. وبنفس الوقت هناك درافت لو او مشروع قانون عم يندرس وينحط بالوزاره التربيه والتعليم العالي لحتى يصير في قوننه لهالنوع من التعليم. هون السؤال الثالث هو انه مثلا ذكرتي حضرتك انه جامعه كامبريدج اعلنت اوريدي انه سنه 2021 الاكاديميه رح تكون كلها اونلاين. طيب انا خوفي بلبنان يمكن منه على القطاع الخاص التعليمي ولا الايوبي ولا غير جامعات خاصه، لانه نحن بنعمل بعقليه القطاع الخاص يلي هي بتجيب نتيجه بسرعه. ولكن في القانون بالدوله اللي بيقول انه up to 50%، يعني لحديت ال 50% معترف بالكريكولوم يكون اونلاين ليرنينج. طيب ما فينا ننطر. سؤال الدولة، هل في اتكال على الدولة على الحكومة على وزارة التربية والتعليم العالي انها تقوم بواجبها وبشغلها بسرعة تقدر تتأقلم مع هذا الوضع؟ لانه شو رح يصير الوضع؟ بيفوت التلميذ يمكن بلش يدرس، يمكن كلنا بنضطر نروح اونلاين او بالمنيح، يعني اذا متفائلين بالبلندن مثل عم ذكرتي حضرتك النظام المختلط، شو بيصير بهالوضع اذا الدولة ما تحركت وما عملت وما سنت قوانين؟ وخصوصي بنعرف نحن انه الحكومة بتطرح هذا وبيروح على التصويت على مجلس النواب، ومجلس النواب هات ما يجتمع هات ما يجتمع، هات في نصاب هات ما في نصاب، يعني قصة كبيرة. هلا حضرتك ذكرت عدة نقاط كتير مهمة. أول نقطة إنه ما خوفك على القطاع الخاص، خوفك، أنا بصراحة خوفي على القطاع الخاص بالجامعات أكثر ما هو على القطاع العام، لأنه نحن بهالخمسين جامعة بدنا ننظر كم جامعة منهم فعلا هن مؤهلين ليقوموا بهذا الدور. كمان
كمان هيدي اوكي سو انا اوريدي لما كنت عم ببعد هالطالب على الجامعه كان عندي شكوك بالتاهيل بمؤهلات هالجامعات، هلا لما صار عم بعد انا عندي كمان شكوك. عملنا دراسه بسيطه بالعصام، معهد عصام فارس اكشن مسي دراسه استماره سيرفي اونلاين، وسالنا طلاب جامعات من مختلف جامعات لبنان شو هن المشاكل اللي واجهتكم بالتعليم عن بعد بهالحالات. اهم مشكله كانت هي تاهيل المدرسين، يعني نمبر 1 بروبلم كانت هي تاهيل المعلمات والاساتذه والدكاتره بالجامعات غير مؤهلين، يعني كايند اوف المدارس كايند اوف تريننج ذا ترينرز اذا بدنا ما بي... kind يعني of. يعني هن الاساتذه ما عم بيعرفوا يعلموا اونلاين. نحن بنفهم انه هيدا وضع استثنائي، ولكن هيدا بيدلك على قديش كمان هالجامعات، هل لو هن الخاصه الجامعات هل هن حيكونوا مؤهلين ليأهلوا طلاب ليأهلوا اساتذتهم. ثم بنرجع لموضوع الثاني اللي حضرتك ذكرته هو القانون والى اخره، وموضوع الجامعه اللبنانيه. موضوع الجامعة اللبنانية، موضوع الجامعة اللبنانية فيها ما يفوق 80,000 طالب. صحيح. نحن عنا 198,000 طالب بالتعليم العالي في لبنان، حوالي تقريبا نصهم بالجامعة اللبنانية، ومنعرف أنه هن الأكثر حاجة إلى هذا من نوع من التعليم لحتى هو ينهض فيهم كسوشيال، يعني سوشيال موبيليتي لهالطلاب. الجامعة اللبنانية تفاوت فيها التعليم عن بعد، في بعض الكليات قدرت تمشي وتقلع من اول الطريق مثل الجامعات الخاصه، ولكن بعض الكليات تاخرت كثير لايار لبلشوا بالتعليم عن بعد. لذلك نحن ما فينا نعامل الجامعه اللبنانيه انا برايي كمؤسسه لحالها، بدنا نتعامل مع كل ككليات ونقدر نجرب نشوف كيف الدعم بده يكون. صح. هاي نقطه. نقطه القانون، هل الوزاره مؤهله؟ الوزاره عم تشتغل على موضوع مثل ما ذكرت لحضرتك، مشروع قانون. نحن ما بنقدر نعزل الوضع السياسي عن وضع الامور البيروقراطيه. اكزاكتلي. سو الوضع السياسي عم يفرض حاله مش بس على موضوع التربيه. للاسف نحن بالتربيه ما فينا ننطر، هذا مستقبل طلاب. صح. انا عم بوقف طالب عن انتقال من مرحله لمرحله او انتقال الى سوق العمل الى اخره. يعني بتمنى انا على الوزاره انه هن، انا اكيد هن واعيين لهالموضوع، ولكن بتحسهم على انه يوعوا اكثر لهالموضوع، وقديش نحن بنقدر نستغل هالوضع نتطرق لكثير مواضيع بالقطاع كمان بحاجة لأنها تندرس وتنحل لأنه نحن بهالوضع. عظيم. آخر سؤال بدي أسألك إياه قبل ما أنتقل لنحضر فيديو وبعدين بدي فوت مع الدكتورة يارا كمان، هو أنه نحن أزمتنا هالسنة مش أزمة واحدة، أزمتين. يعني شو فيك؟ شو بتعلق هون؟ صح. للأسف يعني أنا عم ببتسم بس أنا زعلانة، لأنه بحب أقول لك سيسيمون أنه مش بس بالتعليم الرسمي في عنا أزمة تعليم، أيضا بالتعليم الخاص. يعني ما تعتقد أنه هالطلاب اللي بالمدارس الخاصة وبأحسن المدارس يمكن عم بيتعلموا، هن عم بيكون عندهم نوع من الإكسبوجر مش أكوزيشن، يعني هن عم بيتعرضوا لمعلومات ما عم بيكتسبوا معلومات. هيدي لازم نحن نحطها براسنا لما نفكر بوضع التعليم بلبنان. وضع التعليم حتى من قبل أكتوبر كان مارق بأزمة بلبنان، يعني كان عنا أزمة تربية وتعليم بلبنان، وهي فعلا بنقدر نشوف هذا الشيء. ما بعرف إذا بنقدر نفرج سلايدز إذا عنا وقت. نحن بنشهد على أنه مثل بأول سلايد بنشوف نحن شو عم نشوف هون، عم نشوف نحن الالتحاق المدرسي بالمدارس الرسمية، كيف نحن لما نعلى بالصفوف بينحدر تماما. ونحن هذا بذكرنا بالكيرف اللي نحكى عليها تبعيه الكوفيد 19. طيب هي كمان مش مسؤوليه الدوله انه مثلا تمنع عماله القاصرين والقاصرات؟ طبعا، ولكن هون في مسؤوليات مختلفه. مسؤوليه وزاره التربيه مش مسؤوليه، لا مش التربيه، عم بحكي انا عن الحكومه ككل. صح. هي وزاره الشؤون ووزاره الداخليه. صح. وزاره العدل مسؤوليتهم انه يقدروا يحدوا من عماله الاطفال. مزبوط. وزاره التربيه مسؤوليه الطفل عندما يكون في المؤسسه التعليميه، ولكن طبعا هذا المسؤوليه تقع، ونحن عندنا قانون، اول شيء بالزاميه التعليم لحد اي عمر؟ 15 سنه. طيب هل كافي هيدا مع كل شيء عم يتطور العالم؟ يعني بالقليل ياخذ، اذا كيف سؤالي اذا عم يتطبق مش بالقليل. ايه كمان بس. نعم. كمان يعني كمان بس انه مش بالقليل. يعني اليوم الشاب او الصبي يقدروا يوصلوا على الباك تو؟
مش مينيموم ريكوايرد. مزبوط مزبوط، بس انا برجع بقول لك ما بدي احمل مسؤوليه لوزاره التربيه، لا لا مش وزاره التربيه، السيستم كله ككل يعني كل النظام كل وزاره الشؤون مسؤوليتها هي ترعى هالاطفال، والتدخل صح. يتم عبر وزاره الداخليه بعد قرار ياتي من وزاره العدل. يعني يمكن الكثير من القوانين على عده مستويات مش بس التعليم بدها مراجعه بلبنان. صار نحن بصراحه بدنا تطبيق، نحن بحاجة لتطبيق، في قوانين، في مراسيم، في نصوص، ولكن نحن بحاجة لتطبيق. فأصبح أنا كنت عم بحكي على الكوف على الكيرف، كل ما نعمل الصف اكزاكتلي نحن بالادكيشن بدنا نعمل الاوبوزيت اوف اللي بدنا نعمله بالكوفيد 19. وي دو نوت وانت تو فلاتن ذا كيرف، اكشلي نحن بدنا نعلي الكيرف اكزاكتلي بالادكيشن. واللي عم بيصير معنا بسبب الأزمة الاقتصادية وبسبب الأزمة الصحية هو حيعمل فلاتنينج لهالكيرف بالادكيشن. صفينا مثل البوزيتيف تبع الكورونا يعني اكزاكتلي اكزاكتلي مثل الوضع الايجابي تبع الكورونا، ولكن هيدي الكيرف بتصير مور انترستينج لما ننتقل للسلايد اللي وراها ونشوف انه مين هول الاطفال اللي عم يتسربوا من المدارس، الاطفال اللي هن اكثر فقرا. بنشوف هون هيدي من السنترال ادمنستريشن اوف ستاتستكس تبعيت الدوله، هي 2011 2012 صحيح، بتفرجي على انه الاطفال اللي بيتسربوا من المدرسه كل ما يكبر عمرهم كل ما بيتسربوا اكثر، وخاصه بينحدروا من العائلات الاكثر فقرا. 20th percentile يعني هن الاكثر اكثر فقرا، هن الاكثر عرضه للتسرب من المدارس. بوضع اللي عم بيصير معنا نحن هلا، بوضع الصحه اللي عم يضغط على الوضع الاقتصادي، هدول الفئات حيكتروا عم بتزيد. اصبح أكيد. نحن التسرب المتوقع هو اكبر واكبر، ولذلك بنتقل للسلايد اللي وراها كتير سريعا. نحن ايضا باحد الدراسات او الامتحانات العالميه اللي بتصير البيزا، تبين على انه لبنان هو من البوتوم 3 بالريدنج بالقراءه. شو بيعني هيدا؟ بيعني نحن معناتها نحن الاوبريشنال او الفانكشنال ليتريسي عند الاطفال اللي عمرهم 15 سنه هي محدوده جدا. اصبح انا عندي مشكله بالتعليم. ونكست سلايد بتفرجي ايضا انه انا عندي ليرنينج جاب، يعني انا طفل عندي بلبنان فعلا هو عم بحصل فقط حوالي 64% من اللي بيقدر يحصل عليه لما يصير عمره 18 سنه. يعني انا اطفالي حتى بالمدارس الخاصه عم بينحدوا، بدل ما يكونوا عم يروحوا على المدرسه 10 سنين ويتعلموا 10 سنين، فعليا هن عم يتعلموا 6 سنين، وهيدي النقص بالتعليم حيزيد بوضع الكوفيد. لذلك نحن بحاجه لنستغل هالفرصه لنعمل اعاده منهج واعاده ستراكتشرينج للموضوع التربوي. على امل المعنيين يسمعوا صرخه الدكتوره هناء الغالي، بدي ارجع لك دكتوره غالي، بس بدي انتقل لنحضر سوا فيديو مع الدكتوره هدى بيتيه من دائره التربيه بالجامعه الامريكيه بيروت عن الخطط التربويه البديله لمواجهه الازمات. لما نحكي عن التعليم عن بعد لازم ناخذ بعين الاعتبار اذا نحن بوضع طبيعي او نحن خلال ازمه. اذا نحن خلال ازمه كل مؤسسه تعليميه لازم يكون عندها خطه، هيدي الخطه اسمها استدامه التعليم والتعلم خلال الازمات. هذه الخطة مؤلفة من 3 مراحل: مرحلة التحضير للأزمة، مرحلة التجاوب مع الأزمة، ومرحلة التعافي من الأزمة. أول مرحلة اللي هي مرحلة التحضير للأزمة أهم مرحلة، لأنه هون المؤسسة التعليمية بتعمل تقييم للموارد البشرية والموارد المادية والموارد التقنية اللي هي عندها، وبتقرر إذا عندها حدا بالكادر الأكاديمي والكادر الإداري قادر يساعد على تدريب الأساتذة والإداريين لاستعمال التطبيقات والتقنيات خلال الأزمات. وبدون يقرروا كمان كيف بدون يتواصلوا خلال الأزمة، التواصل بين الأهل والإدارة وبين الإدارة والأساتذة وبين الأساتذة والتلاميذ. وكل العالم اللي بيشتغلوا بهذه المؤسسة من الموظفين والإداريين وحتى الأهل والتلاميذ لازم يكون عندهم فكرة عن هذه الخطة، لحتى لما تيجي مرحلة التجاوب مع الأزمة ويكون عندنا الأزمة الكل بيعرف كيف بدنا نتعلم وكيف بدنا نتواصل. لما بتوصل لمرحلة التعافي من الأزمة، يعني لما بيرجع الوضع طبيعي، هون عادة بنعمل امتحانات لحتى نعرف إذا كان في أي ثغرة صارت خلال المراحل اللي مرقنا فيها قبل وخلال الأزمة. دكتورة يارا هلال جردي، بدي ارجع رحب فيك من جديد كمان ببيتك، وحضرتك استاذة كمان ملمة بشؤون التربية والشؤون التربوية بلبنان، واستاذة مشاركة استاذة مساعدة زائرة بالجامعة الأمريكية بيروت بدائرة التربية. إذا بدي أطرح أول سؤال عليك، منعرف نحن أنه أنا وعم حضر الحلقة معك امبارح تكلمنا أنه في كتير تحديات تربوية على المستوى العالمي
ساهمت كورونا، ويمكن انه مشكوره او مش مشكوره ما بعرف، بس انه يمكن بهون مشكوره بتعريه هالتحديات. شو فيك تحكي عن هالشيء؟ شكرا للاستضافه. اول شيء مزبوط، انا بحب انظر دائما للازمات على انها شيء بوزيتيف. القطاع التربوي قبل كوفيد 19، وهذا تفضلت وحكيته فيه بسياق الحلقه بالاول، يعاني ما يعاني هذا القطاع. نحن عندنا نسب فقر التعلم مثلا قبل كوفيد 19 حسب الورلد بانك بيوصل لحد 53%، هذا عالميا. نحن بعدنا كقطاع تربوي ما وصلنا لمرحله الاكويتي بهذا القطاع، وما يعرف بالانصاف. عم ينطرح اليوم نقاط كثير مهمه بالنسبه لملائمه البرامج التربويه او ما يعرف بالكوريكولا اللي عم يدرسوها التلاميذ فروم كي تو 12 بالمدرسه، قديش هي ملائمه لتحديات العصر اللي عم نمرق فيه حاليا. عم نسال كمان اسئله لاي مدى التعليم هو متاح للجميع. يعني اليوم شفنا الجرافس اللي انعرضوا، وشفنا قديش في ناس ما عم تلتحق بالتعليم، شفنا قديش في تسرب مدرسي، وهذا الامر موجود عالميا. برايي اجا كوفيد 19 وضوى الضوء، فرجينا هيدي الحقيقه البشعه، انه قطاع التعليم له زمان ما اخذ حقه، ما بينعطى ميزانيات ليقدر يشتغل مزبوط. فبالتالي كتير من الاشياء اليوم اللي عم نشوفها بالكوفيد 19 هي موجوده. برايي الشخصي الاونلاين ليرنينج كمان او الفيرتشوال ليرنينج ساهم بانه تزيد هيدي او يزيد النظر للفئات المستضعفه بالمجتمع، الفولنربل جروبس تبعنا اللي هن اكثر جروبس اذا بدك بيعانوا بهيك ازمه. اليوم نحن في عنا ناس عم تتعلم بالبيت مزبوط، بس بالمقاربه في عنا كتير ناس ما عم تقدر وصل للإكسبوجر اللي تفضلت فيه الدكتورة هناء قبل شوي وقالت عنه. يعني بعدنا ما عم نحكي أكوزيشن، بعدنا ما وصلنا للإكسبوجر. فهيدا إذا بدك القطاع بحد ذاته. الجائحة اليوم بتأثر على بحدود 1.2 مليار تلميذ بالعالم، فهي بدنا نحطها نعمل لها إطار إنه الجائحة ليست فقط على لبنان بل هي أزمة عالمية بالضبط، خاصة بقطاع التربوي. طيب هالجائحة العالمية مثل ما تفضلتي وقلتي عندها تأثير عالمي على الكل مش بس بلبنان، بس على القطاع التربوي بلبنان كان تأثيرها مدوي. نعم. ليه؟ لعدة اعتبارات. أول شيء أنا كتير مع فكرة إنه قطاع التربوي لا ينفصل أبداً عن القطاع السياسي والقطاع الاقتصادي. يعني لما بكون في عنا بالبلد ثبات سياسي وثبات اقتصادي ينعكس إيجاباً على القطاع التربوي في لبنان. نلحظ اليوم انه في هيدا الشيء غائب. نحن بنقول عنا حاله طوارئ، لبنان عانى من حاله طوارئ على يعني على سنين عديده. القطاع التربوي بلبنان اول شيء في بنى تحتيه مش واقعه، في عنا فروقات كثير كبيره ما بين القطاع الرسمي او التعليم الرسمي ما يعرف بالحكومه والتعليم الخاص، وذلك لصالح الخاص على حساب الرسمي بعكس كل بلدان العالم. بالضبط، بعكس كل بلدان العالم. يعني انا ما بدي اقول يعني ما عنا تحفظات على القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص عنا فروقات كثير كبيره. فاصبح واقع المدرسه الرسميه بلبنان هو ليس خيار، بل هو امر محتوم على اناس لا يملكون خيارا اخر. فهيدي نقطه. النقطه الثانيه عنا كمان قصه، وفي كثير اشياء ثانيه مثل الكوريكولم اللي ما شفناه تغير، هدي يمكن نحكي عنها بعدين، من 1997 لهلا عنا تاهيل الاساتذه. واللي بين اليوم على السيرفس بفضل الكوفيد 19، وانا عم بقول بفضل مع انه يمكن هيدي الكلمه ما تكون مريحه، بس انا بدي اقول من الزاويه التربويه عم شوفها ايجابيه. نعم، عم شوفها ايه، عم شوفها كعامل محفز. نعم. على الاسراع وليس التسرع بالنهوض بهذا القطاع. نعم. اليوم نحن عنا اهم مشكله اللي تحدثتوا عنها هي الامتحان الرسمي، جيد، بس انا بدي اسال ليش هالقد في بس اهتمام بالامتحان الرسمي؟ هل من المعقول ان يختزل امتحان واحد مسيره طلابنا على مدى 12 او 10 سنين؟ شفنا ببلدان اخرى تم الغاء الامتحان الرسمي بسهوله، ما بدي بسهوله كثير، بس لانه عنا اطر تقييم داخل المنهج بتخولنا نعمل هيدا الشيء. مثلا الانترنال اسسمنت بالبكالوريا الدوليه، وانا لست بصدد المقارنه ولا المقاربه حتى، ولكن عم نعطي سبيل على سبيل المثال، ألغت الامتحان طبعاً، ولكن استعادت عنه بتقييم واضح وصريح أو ما يعرف بالinternal assessment. بعدين السؤال الثاني، هل الامتحان الرسمي هل من المعقول أنه يقدر يقيم جميع المهارات خاصة المهارات المركبة مثل الcritical thinking والcreative thinking، التفكير النقدي والتفكير الإبداعي اللي هن جزء لا يتجزأ من المنهج اللبناني الحالي؟ فهيدي اذا بدي احكي بس بالevaluation بالمنهج اللبناني ليش هالقد كان مدوي يعني؟ طبعاً طبعاً.
المنهج اللبناني شو وضعه في ظل جائحة كورونا؟ خصوصي مع كل هالتغييرات اللي عم بتصير أونلاين مش أونلاين، بيت مش بيت، منروح طبعًا. منروح أول شيء نحب نعرف أنه نحن بلد طلعنا من حرب أهلية، فتنا على 1997 تم تغيير المناهج، مشكورة المركز التربوي ووزارة التربية بالتعاون مع شركاء بالمجتمع كانوا لهم يد فاعلة بهذا الموضوع، بس ما كان عندنا وجود للمونيتورينج والإيفاليويشن بشكل دوري، يعني ما عندنا ديتا لنقيم هيدا المنهج تنقدر نبني على أساسه شيء بالضبط. ونحن بنعرف بعلم المناهج the very simple term بنقول انه بده يكون في اذا بدنا مراجعة دورية بين كل 3 و 5 سنين لجميع المناهج لظروف عديدة ما بدي فوت فيها هلأ، ما تم هيدا الشيء. هيدا المنهج له زمان موجود عنا، عنا تحفظات على المحتوى، عنا تحفظات على teaching strategies أو طرائق التعليم، وعندنا تحفظات كمان على أطر التقييم اللي أنا حكيت عنها قبل بهيدا النطاق، واللي أدى أنه الامتحان الرسمي يكون عنده هالقد وقع مدوي. لست ما عم أقول أنه الامتحان الرسمي مش مهم، عم أقول يا جماعة في أدوات تقييم أخرى كمان حكيت عنها الدكتورة أنه فينا نستعين فيها، لأنه مثلا إذا حدا كثير شاطر بالمدرسة وصار معه ما بعرف سخن أو صار معه خاف مثلا من الامتحان الرسمي وسقط فيه، هذا بيحرم من الجامعة علما يمكن معدله بيكون 16 17 و15، أنه وهون بنسأل السؤال هل هذا منصف، هل هذا عادل؟ لا أنا بقول لك مش منصف بالضبط. سو نحن ليش عم نعتمد هالقد عليه؟ بالنسبة لقصة التعلم عن بعد، جيد التعلم عن بعد، كمان احنا اليوم بدنا نعرف احنا عم ندير أزمة بالقطاع التربوي، المنهج كمان يمكن ما كان كتير مطواع مشان ما كتير نحمل الوزارة أكثر ما بتحمل، يمكن لو الكوريكولوم كان أكثر تفاعليا يمكن كنا قدرنا عملنا أحسن، البنى التحتية بلبنان ما قدرت ساهمت أنه يكون عنا إنترنت لجميع شرائح المجتمع، علما بأنه في مدارس خاصة عم قطعت شوط كتير كبير بهذا الموضوع، ولكن بيبقى السؤال أنه نحن بالإدوكيشن نعتبر أنه it's for social mobility، فبالتالي اليوم في ناس عم تتعلم أحسن من ناس، في ناس ما عم تتعلم، في ناس عم تتعلم بشكل يمكن عنا كتير تحفظات عليه. طيب دكتورة يارا، كل العالم بيقول إنه العالم قبل كورونا شيء وبعد كورونا سيكون مختلفا تماما، يعني هاي دي ما في بقى إن عليها، بحكي عن هالشيء فأطرح عليك سؤالي إنه شو الأفاق والحلول بموضوعنا اللي عم نحكي فيه اليوم بلبنان؟ بلبنان كتير مهم انه ننظر نظرة تغيير جذري لعدة امور. انا ما عم اقول بلش من بكرة ونكسر كل شيء ونريكونستراكت، بس انا عم اقول خلينا نستفيد من هذه الجائحة اللي احنا مرقين فيها اليوم ونعيد النظر بالمناهج والاسراع فيها، يعني نعتبرها مثل ما حكينا عامل محفز لنقول للناس نحنا بخطر، القطاع التربوي بلبنان بخطر، القطاع الخاص اليوم بلبنان اللي له كمان فضل على القطاع التربوي بغض النظر اذا انا مع هالنظره للادوكيشن او لا، ولكن هيدا صح. قطاع سد فجوه على مدى صح. سنين كامله، وبنعرف انا وياك انه اليوم القطاع يعاني ما يعانيه هيدا القطاع اليوم، بحاجة نحن لتفعيل النقابات المهنية بلبنان، لأنه نحن شفنا بحيلا أزمات النقابات بتاخد دورة بأنه يصير في تغيير جذري. أنا بقول كمان لازم يكون في مناصرة وتشبيك أو ما يعرف بالادفوكسي والنتوركينج مع جميع شرائح المجتمع، ما بيجوز نضلنا نحط اللوم على شخص معين او على مؤسسه معينه، هيدا عمليه النهوض والاصلاح التربوي بحاجه هو عمليه تشاركيه تفاعليه مع جميع شرائح المجتمع. هون بدي وجه سؤال لحضرتك ولا كمان دكتوره هنا، يمكن هيدي الهزه اللي صارت بالعالم مش انه وقت نرجع ريكونسيدر، نرجع نفكر باعاده اطلاق واخذ بجديه التعليم المهني والتقني؟ فيني خبركم خبريه من حوالي سنه، اجا وفد غرفة التجارة والصناعة الألمانية بشو اسمه زيارة رسمية على لبنان، رئيس الوفد هو وزير، رئيس الغرفة وهو رئيس الوفد وزير سابق بألمانيا، كان وزير يمكن التجارة أو الصناعة أو شيء هيك، أبدو رغبة أنه يزوروا الأيوبي، هن وعم يزوروا الأيوبي طبعا أنا كنت من بين اللي عم نستقبلهم، يعني سألته سؤال قلت له هل صحيح أنتوا بألمانيا طلعتوا انه معروف انه طلعتوا من الحرب العالميه الثانيه على الارض يا حكم، يعني ما في شيء بس قدرتوا رجعتوا، هيدا هل صحيح لانكم انتم شعب جبار وشعب؟ قال لي لا، لانه نحن شعبنا ما بيهمه يعمل لا مهندس ولا محامي ولا حكيم، بيتوجه دائما على التعليم المهني والتقني حتى على مستوى الجامعات
يونيفرسيتيز بالمانيا اذا بتعرفوا اكيد بتعرفوا بوليتكنيك ايه اكزاكتلي في كثير يعني عم يعني شو رايكم بقصه الموضوع المهني والتقني؟ بدي اسمع جواب من اثنين، بلش معي كيارا قبل ما ارجع اخذ اسئله المشاهدين. اكيد انا بقول هون في ثقافه مجتمعيه يجب ان تغير عنا، وبتبلش بالتعليم. نحن التعليم عنا نحن هيك بندرسه لتلاميذنا، هو لاطلاق فكر تحرري emancipatory thought. بدنا نتحرر من هالقيود اللي عشنا عليها على مر الزمن، انه مع احترامي لجميع المهن هون مشان ما انفهم غلط، دائما الطبيب عنده ستاتس معين والمحامي والمهندس، بينما الاشخاص التقنيين اللي هن يمكن بيشتغلوا بايديهم عندنا نظره لهم مش كثير منيحه. سو هون ببلش بالادوكيشن. لقيهم اذا فيك اذا صار معك شيء بالبيت هلا لقيهم اذا فيك. ولما كنا عايشين بكندا ذا بلامر بيقبض اكثر بكثير من حيلا دكتور موجود عندنا بكندا. فبالتالي هون بتبلش بثقافه مجتمع تبنى الاوطان من خلال التعليم عامل والتربيه. عامل النفايات بكندا بده باك تو. صح صح. إيه وبس بدي زيد شغله اذا بتسمح لي. ثقافه هاي صح. نحن بعد مش لفتره كثير طويله كان لما حدا بيقول بدي اعمل استاذ بدي فوت على الادكيشن ديبارتمنت بيقولوا له ليه علاماتك كثير منيح ليه ما عملت شيء احسن إيه؟ فنحن حتى النظره للمعلم والاستاذ بعدها نظره للاسف ما بدي اقول يعني دونيه يعني منا مثل بقيه المهن. صحيح. فبتبلش الثقافه وتغييرها من خلال المناهج والمدارس. انا برايي هنا الغالي التعليم المهني والتقني. شوف انا بوافق الراي طبعا لدكتوره يارا انه نحن عندنا كلتشر اوكي ونحن عندنا هيدي الكلتشر بتقول انه اذا ما ماشي حاله حطه بالمهنه واذا ما ماشي حاله حطه بالرسمه. مزبوط ولا لا؟ بنسمع هيدي. سو للاسف هيدي منتاليتي عندنا. نحن بدنا نغيرها اكيد بس منا كبسة دير مثل ما قالت دكتوره يارا. ولكن كمان انا بحب اقول انه مش الحل هو الروح على المهنه. لا. احنا عندنا مشاكل مستشري بقطاع التربية والتعليم ولكن إعادة تفعيله ولكن مع إعادة منهج يعني إعادة دراسة او reorganization and restructuring for the whole sector. أكيد. اوكي هلا هو مساق بانه هذا القطاع هو من اضعف القطاعات يعني اذا بنطلع تعليم عالي تربية او مهني بنلاقي انه هذا كثير مستضعف ولكن نحن بحاجة ل restructuring لكل السكتورز لحتى يصير عندنا مثل balance يعني مش انا اقول الحل انه كلنا نروح مهني او الحل انه الكل يشتغلوا مش الشغل مش لا ما عم نقول هيك. نحن بحاجه لانه يكون هذا القطاع ممنهج بطريقه يقدر يساعد ويقدر يكون بمستوى اي نوع تعليم تاني. لذلك بدنا نعمل هالريستراكشرنج كله. بلشت تورد اسئله المشاهدين واسئله هيك لذيذه. في سؤال بيقول هل كان يجب هون بدي اسالك كمان دكتورة يارا بدي ارجع اسالك نفس السؤال دكتورة هنا هل كان يجب إعادة السنة الدراسية؟ اوكي في تحب اكيد تفضل الجواب على هذا السؤال منه كبسة زر. كمان نحن بالكوريكولوم ندرس الهوريزونتال انتجريشن والفيرتيكال انتجريشن تبع الكوريكولوم يعني يعني هالمواد نحن في عنا عدد من المهارات والمحتوى يجب أن يحصل عليه الطالب خلال هذه السنة الدراسية. أنا بيجي بعمل diagnostic test وبشوف لأي مدى هيدي المهارات وهالمحتوى قدر التلميذ يحصل عليه. بناء عليه أنا فيي عود للتلميذ بعض الأمور. نحن بنعرف يمكن ما كنا هم بالحرب بس بنعرف إنه قطعت سنين حرب على التلميذ ظلهم سنة كاملة بدون صح. بدون مدرسة وتم قدرنا بنظر بcurriculum mapping معين إنه ننهض بهذا الموضوع منشوف ما هي الثغرات التي يجب علينا ملؤها بهذا النطاق ومنشتغل على هذا الأساس. فإنه نعيد السنة الدراسية ما بعتقد لحد هلأ يجب إعادتها. بعتقد إنه يجب علينا نعمل تقييم واضح وصريح لجميع التلاميذ اللي خضعوا لهذا الأونلاين ليرنينج أو الفيرتشوال ليرنينج ما بعرف شو فينا نسميه بحالة لبنان ونشوف ما هي الثغرات والفجوات ويبنى على شيء مقتضى. أوكي دكتورة هانا أنا ما بس بدي زيد شغلة إنه أنا كنت هون بالحرم وأنا بي إجا أخذني من جل البحر تحت مدرستي على الملجأ كان عمري 9 سنين وانا وزملائي بالصف يعني ومش الحال يعني بتصور انه أيه. تعلمنا وربينا وكذا صحيح. فانا يعني بس ما حعيد بايد اللي قلته دكتوره انا في سنتين عملتهم سنه يعني 82 أيه. 89 سنتين دراسيه أيه. عملناهم سنه وصلنا exactly. على وصلنا على مرحله بي اتش دي يعني بالاخر exactly. ما صار لنا شيء يعني أيه. الحمد لله تحت القصف كل شيء بس هي انه يقدر الواحد يعمل كاتش اب كلاشز ليلوح هذا. طيب كيف يجب ان اتعامل مع اولادنا في المنزل؟
as a parent بدك تجاوبي as a parent ولا as a parent as an expert both اثنيناتكم تفضل. انا برايي انه هلا عم بحكيك as a parent as اهل يعني عنايته كثير كثير صعب. انا عندي صبيه يعني تينيجر وعندي شاب زغطور عمره 9 سنين يعني صبي وبنت سو عندك من كل الانواع كل الاوبشنز اكزاكتلي اتس نوت ايزي لانه اولا اذا الاهل بيشتغلوا وعم بيقدروا يضطروا يشتغلوا من البيت كمان وسو هيدا معناته عم ياخذ من وقتك انت يعني الروحه على المكتب صارت اهين لانه ابنك اول شيء بالمدرسه عم ينشغل وانت عم بتروح تظهر من البيت ومسؤوليتك اللي بالبيت ما بقى معك بينما انت بالبيت صار عندك المسؤوليه دبل بلس بدك تساعدهم لانه قد ما اخذوا اونلاين في بعض الاطفال مثل ما ذكرت الدكتوره يارا ما بيقدروا مش بس ما عم توصل لهم المعلومه في بعض الاطفال ما عم يقدروا يستوعبوا كل شيء عم ينطرح اونلاين هيدا عم بحكيك انا اهل عم يشتغلوا وقاعدين بالبيت وعايشين بينما عندك اهل هن اصلا ما قادرين لحتى يساعدوا اولادهم لا عندهم القدره ك يعني ليترسي واكاديميكس وكاتسترا تيساعدون ولا في مكان يمكن هن كلهم عايشين باوضه واحده الى اخره سو هناك ضغوط وعلى الأطفال لابد من أنه نحن ننظر له وزير معالي وزير التربية كان عم بيقول بكل أحاديثه اللي عم بيطلع عليها أنه نحن بهمنا أول شيء الصحة المنتل هيلث يعني الصحة النفسية الصحة النفسية لأطفالنا أنا بزيد أطفال والمعلمات كمان أكيد. مش بس الأطفال أكيد. والأهل أكيد. معلمات والأهل كل المقومات exactly. اللي بتشكل لأنه أنا إذا كأهل مني سليم اصبح ابني مش حيكون سليم اوتوماتيكلي اكيد انا اذا بس تسمح لي بحب زيد شغله ثانك يو المدرسه بحد ذاتها هي بتخلق نوع يعني انا بدي ايدها للدكتوره هنا بكل شيء قالته لانه as a parent I hear you completely بس اذا بدي احكي from an educator's perspective المدرسه تمثل روتين اجتماعي يومي بالنسبة للأهل وللطالب هيدا بتخلق له نوع من الارتياح النفسي أنا كل يوم الصبح بوعى بلبس تيابي بلبس اليونيفورم بروح على مدرستي بتعلم وبشوف أصحابي أي فإذا لا يمكن اختزال الخبرة أو التجربة المدرسية بفقط أونلاين ليرنينج عم شوفهم وworksheets عم ببعتهم وفيديوز في حياة هيدا التلميذ تغيرت بالكامل وحياة الأهل كمان تغيرت يعني اليوم أنا مثلا كبارنت بحب إنه إيه بنتي تقوم الصبح تلبس تيابها مثل ما هي وتقعد على اللابتوب تبعها كأنها بالصف هلا انت عم تسالني شو الاهل فيهم يعملوا احنا عم نعمل اسامبشن هون انه الاهل قادرين يعملوا بس في بعض التلاميذ وهن هون الفولنربل جروبس لانه كثير بحب شدد عليهم الفئات المستضعفه بمجتمعاتنا المدرسه تمثل لهم المكان الامن السيف هيفن المكان الامن النفسي الاجتماعي وحتى الجسدي أيه. نحن اليوم صحيح. عم نلحظ انواع من العنف الجسدي عنف. تمارس صحيح. على الاطفال كمان هيدي نتيجة عدم ذهابهم إلى المدرسة فالمدرسة تمثل أبعد بكتير من إنه محتوى ومهارات طيب هون كأهل وكخبيرات بدي بلش معك بالسؤال مهم كيف نتأكد إنه فعلا عم يتلقوا العلم المطلوب هالولاد إيه سؤال كتير خصوصا إنه دكتورة هنا هديك ساعة جابت سيرة إنه في مثلا أهل يمكن ما عندهم الكفاءة العلمية المضبوطة يتابعوا دروس أولادهم جوابي على هذا السؤال يمكن يكون شوي غريب جوابي هو the following كيف اصلا كانوا يتاكدوا الاهل انه اولادهم عم ياخذوا العلم المزبوط بغياب كوفيد اوكي يعني كان التلميذ انت عم تروح على المدرسه وعم ترجع هلا بتقلي اكيد احسن لانه هيدا الاطار النمطي تبع المدرسه اليوم عنده اجنده بيجي بيعملها بيروح بيقدم فحص بيجيب الكارنيه بالضبط هيدا الاطار النمطي تبع المدرسه اليوم نحن مجبور علينا انه نعيد النظر بالاطار النمطي تبع المدارس تبعنا وانا عشان هيك بقول مشكورة جائحة كورونا عملت هيدا الشيء حطونا اياها يا شباب هيدا هاشتاج المخرج حطونا اياها هاشتاج هيدا مشكورة جائحة كورونا بالتربية في لبنان في لبنان ايه لانه انا اليوم بقدر اقعد مع اولادي اكثر بقدر اشوف شو عم يعملوا سايتي يارا الجردي يارا هلال جردي يارا هلال جردي اوكي فنحن بنقعد مع اولادنا اكثر وبنقدر نامنهم بس هون كمان بنبلش نشوف عن جد الفروقات بين الفئات المجتمعيه صحيح. الاهل اللي قادرين الاهل اللي متعلمين بيعطوا اكثر والاهل اللي اصلا عم يبعثوا اولادهم لانهم عندهم امل بسوشيال موبيليتي والارتقاء الى فئات اعلى بالمجتمع بعتقد هن اكثر ناس عم يدفعوا هذا الثمن بتحبي تعلقي دكتوره هلا لا بس انا بدي ازيد على نقطه قصد انه هن هول الاهل اللي عم تحكي عنهم دكتوره يارا كثير مهمه قصد السوشيال موبيليتي اللبناني معروف انه هو بيقطع عن حاله الاكل وبيدفع ليعلم اولاده بيبيع اراده تعلمه اكزاكتلي بس احنا هلا بوضع اقتصادي صعب كثير
صارت عنا هدول الفئات اللي عم تحكي عنها دكتور يارا حيزيدوا، اصبح انا بحاجه اني انتبه لهم اكثر واكثر، خاصه انه انا ما عم بقدر اوصل لهم بسبب هذا البانديميك. نعم. تعليق اخير قبل ما اختم. تعليق اخير بتمنى انه يكون هيدا الجائحه هي كاتاليست لحتى نحن نقدر نفكر نعيد التفكير باصلا شو الهدف من التربيه والتعليم. نعم. ليش انا اصلا عم ببعت اولادي على المدرسه؟ ليش انا اصلا عم بعمل امتحانات بكالوريا او بروفي؟ ليش انا شو بدي اصلا من التعليم الجامعي؟ هل انا بدي التعليم الجامعي فقط لحتى يطلعوا الاطفال على سوق العمل؟ ما أي وينه العمل اصلا هلا نحن عنا بهالوضع الصحي والاقتصادي. لذلك انا بحس القائمين على المؤسسات التعليمية وقطاع التربية والتعليم انه يعيدوا التفكير بالهدف من التربية والتعليم في لبنان. دكتورة يارا، انا بس بدي ازيد كم شغله على تفضلت فيهم دكتوره هنا، وبدي اقول انا بدي عن جد استغل فرصه هيدي الجائحه واسال اسئله صعبه بخضم العمليه التربويه. هيدي الاسئله كنا نحن نسالها لحالنا لما كنا عم ندرس، انه ما هو الهدف من التعليم؟ التعليم هو ايمانسيبيشن، التعليم هو فكر تحرري. اليوم بدنا نسال هل المناهج اليوم اللي عم نشوفها بلبنان هل هي فعلا تساهم على خلق وتطوير افراد قادرين على ليس فقط أن يكونوا أفراداً إذا بدك منتجين بمجتمعاتهم، ولكن قادرين على القيادة والتغيير في هذه المجتمعات. أنا بعتقد أنه في كتير عندنا شغل بلبنان قبل ما نقدر نقول نعم لهذه الأسئلة. فأنا بشكر جائحة كورونا مرة تانية. هالحلقة من كوفيد 19 ستوديو اي بي النهار انتهت. بدي اشكر محافظ الالقاب هنا الغالي، يارا الجردي، وهدى بيتية. بدي عيد جميع اللبنانيين بعيد الفطر السعيد. من هيك هنغيب عنكم نهار الثلاثة الجاي. موعدنا بيتجدد الخميس المقبل ب 28 ايار الساعة 4 بعد الظهر. لوقتها فيكم تابعوا كل اخبارنا على عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاي بي والنهار. الى اللقاء.